بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر عندك على الشط على الشات. بص يا شباب، في حاجة عاوز أوضحها في الشابتر ثلاثة. شابتر ثلاثة ده هو مجموع شابتر في الطبعة الأساسية بتاعة الاقتصاد الهندسي، وجمع شابترين مع بعض. فشابتر ثلاثة عندكم دلوقتي جامع بيعلمك في الاول يعني ايه الانترست، اللي هي الفايده، اللي هي الفايده الربويه، وازاي بتتحسب، وريت اوف ريتيرن بتاعتها، وبيتكلم كلام كتير جدا ازاي تحسب السيمبل، تعمل الكاش فلو، وازاي ده اسمه كاش فلو، كاش فلو ديجرام، وازاي تحسب الانترست، السيمبل انترست والكومباوند انترست بيجوا ازاي وتتحسبه ازاي. وبعدين بيعلمك حاجة اسمها الفيوتشر والبريزنت، ازاي تجيب الفيوتشر بالنسبة للسيمبل انترست، وازاي تجيب الفيوتشر بالنسبة للكومباوند انترست. طيب بعد كده هيعمل حاجة يوريك الكاش فلو دايجرام بتبقى اشكاله ازاي، ويخش بعد كده في حاجة اسمها الايكويفالنت، يجيب السنجل بيمنت ويديك عليها مسألة أو اتنين صغيرين كده. بعدين بيجيب حاجة اسمها اليونيفور ويدي برضو عليها مسألة أو اتنين صغيرين، وبكده الشابتر خلص تماما. ما هو إلا بعد كده بيقول إن في مسائل وبيديك عليها حلول. طيب إحنا عملنا إيه؟ الشابتر ده أنا ملخصه بحلول ومسائل متعددة جدا جدا جدا، بحيث ان هو يلخص لك الشابتر بالكامل. انا هبعت ليكم على التليجرام الشابتر ده ملخصه وشرحه. أشكر يا أستاذ، ما قصرت. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هشرح الشابتر ده من الملزمة اللي انا عاملها، أي أفضل. لانها تحتوي على عدد كبير من المسائل، افكار جديدة، والشرح بتاعها ابسط واحسن. خلاص عرفنا كده القصه. أي تمام. طب في حاجه عندنا اسمها الجداول، جداول الفايده، دي برضو جدول فايده هبعتهولكم على التليجرام، والنهارده هعلمكم تطلعوا ازاي من جدول الفايده. نقول بسم الله ونبدا. نقول بسم الله. ده الملخص بتاع الشابتر اللي انا عامله ليكم علشان تفهموه ويبقى سهل بالنسبه لك. دلوقتي انا بنعمل ايه؟ في كل فكره جديده في الشباب في الشابتر ده، بنقدم الاول ملخص للقوانين اللي هنستخدمها، ولو في قواعد بنقولها. طب الملخص ده هنشرحه دلوقتي؟ لا، انا مش هشرح الملخص القوانين دي، انما لما هتيجي القوانين هتلاقيها جوه موجوده، ولو حبيت ترجع لاي قانون مش عارفه هتلاقيها. عبد المجيد معايا؟ اي معك. مصروفك زمان وانت في ابتدائي كنت بتاخد مصروف قد ايه؟ 10 ريال. حلوه. ال 10 ريال ديت كان ممكن يجيبوا كام كوكاكولا؟ يمكن 10 كان بريال كان وقتها. ايوه الكوكاكولا كانت بريال، يبقى انا كان 10 ريال كان ممكن يجيبوا لي 10 كولا. طب ال 10 ريال دلوقتي يجيبوا لي كام كولا؟ 4 4 ريال. ايه اللي حصل؟ قيمة النقود اختلفت بمرور الوقت. فاحنا هنا هنحسب قيمة النقود طبقا للفايدة. حلو. فاحنا عامة نقول ايه؟ قيمة النقود في الفيوتشر، قيمة النقود في المستقبل، يعني انا لو معايا دلوقتي 20 ريال، لو معايا دلوقتي 100 ريال، قيمة النقود في المستقبل هي بتساوي قيمة النقود الحالي زائد عوامل اللي بتطرأ
او مرور الوقت. انا لو عندي 1000 ريال دلوقتي، مر عليها 10 سنوات، قيمتها هتبقى كام؟ هو ده الشرط اللي احنا بنتكلم عنه، ان بيحسب قيمة النقود في الازمنة المختلفة. نفهم الموضوع اكتر شوية. في عندي حاجة اسمها انترست بيت، وفي حاجة عندي اسمها انترست ايرن. صاحبنا ده، الشخصية دي، راح البنك خد منه لون. لون يعني ايه؟ خد منه قرض. خد القرض ده راح عمل بيه عمارة. البنك هيدي له القرض ده لوجه الله ولا عاوز يرجع له الفايدة؟ عاوز يرجع له اصل القرض، هيرجع اصل القرض زائد الفوائد، الفوائد الربوية اللي هياخدها منها البنك. طب راح اشترى، خد القرض ده وراح عمل بيه عمارة، العمارة دي هترجع له ايه؟ هترجع له العائد، الفلوس اللي دفعها زائد عائد. هيروح واصحابنا ده واخد الفلوس اللي خدها من العمارة دي استثماراته، يروح مرجع للبنك. يرجع من البنك ايه؟ يرجع له اصل القرض زائد الفوائد. معنى كده ان في نسبة هنا على اللون على القرض اسمها انترست ريت، وفي نسبة هنا هياخدها نظير استثماره اسمها ريت اوف ريتيرن، او بنسميها ار او ار. الاثنين دولت ولاد عم او اخوات توأم، بيتحسبوا بنفس الطريقة، الريت اوف ريتيرن والانترست ريت. نتوسع شوية ونفهم القصة اكتر. نفهم الانترست، الانترست هنا يعني بتكلم على اماونت، على قيمة. الانترست هي الفرق بين القيمة المستحقة دلوقتي والبرينسيبل. يعني ايه الكلام ده برضو؟ انا واخد قرض من البنك بقيمة 1000، هرجع القلب استحقق، رجع القرض 1200، يبقى الفايدة اللي انا هدفعها مقدارها كام للبنك؟ ها؟ 200. طب اجي اقول لك معدل الفايدة كام؟ هي الار او ار برضه، ها؟ هي معدل الفايدة كام؟ الانترست ريتيرن كام؟ تقول لي في قانون بتاع الانترست ريتيرن بيقول لي الانترست اكيورد اللي هي ال 200 اللي تمت ديت على البرنسبل اللي هي ال 100 في 100 تطلع 20%. يبقى انا عندي هنا حاجتين في الانترست، عندي قيمة الانترست وعندي الانترست ريتيرن ار ار او ار. الحين البرنسبل مو المفروض يكون 1000؟ اهو 1000، اسف، صح، ايه البرنسبل 1000. البرنسبل ده هنسميه بريزنت، والمبلغ اللي هيستحق والمبلغ اللي هيبقى يستحق في المستقبل هنسميه فيوتشر. تعال نشوف اشكال البرنسبل كده، اشكال الانترست، علشان هناخدها بتوسع قدام، بس دلوقتي انا اتكلم عليها بسرعه. عندي حاجه اسمها انترست سمبل وحاجه اسمها كومباوند. الانترست سمبل بتاعتي بتبقى اي، بس قيمتها بتبقى بي في الان في الاي. والكومباوند عندي قانون بيحسب لي الاف. ايه الاف ديت؟ لو انا حاطط مبلغ في البنك 1000، بعد 5 سنين المبلغ ده مثلا يعني بقى 1500. الألف اللي دلوقتي ديت اسمها بريزنت، الألف اللي قدام اسمها، الألف وخمسمائة قدام اسمها فيوتشر. عدد السنوات بنسميها إن. قيمة الفايدة، وليكن الفايدة بتساوي أي رقم في المية. طب الآي، الآي هنا بتدي القيمة بتاعة الفايدة وليس معدل الفايدة، بيساوي البي في الان في الاي، البريزنت في عدد السنوات في الانترنت. طب هناخدها تفصيليا قدام. تعالى نفهم بقى، ناخد كده ايه شويه مسائل، حاجات بسيطه كده خالص. بيقول لي امبلويز بورو استلف 10000 في اول مايو، لازم يرجع 10700 بعد سنه واحده. تعالى واحنا بنتكلم كده نتعلم نحط معطيات. استلف 10000 دي اسمها بريزنت، هيرجعها 10700 دي اسمها فيوتشر.
بعد 1 سنة، دي اسمها ان، انا عدد السنوات، وعندك في الكتاب بتاعك الان بيحطها كابيتال مش فارقة، حطها كابيتال حلو حطها سمول مفيش مشكلة. بيقول لي ايه الانترست اماونت؟ قال لك يعني ايه قيمة الانترست؟ هو انا كنت واخد كام البنك؟ كنت واخد قال رجعت كام؟ 10,700. يبقى الانترست بتاعي لو رجعت للجداول للاول كده هتلاقي كل القوانين دي، بس احنا هنقولها، هتلاقي الفيوتشر لما اشيل منه البريزنت بيديني الانترست اماونت. طب والانترست ريت؟ ما احنا لسه قايلين الانترست ريت اهو، ولاد عم هم مع بعض اهو، انترست ريت ابن عم الار او ار، الانترست ريت بتاعتي بيساوي الاي، الاي ايه؟ الفايده المحققه على البرنسبل، يعني ال 700 على ال 1000 يديني الانترست ريت. يبقى انا في المساله دي عرفت حاجه، الاي كابيتال والاي سمول. الاي كابيتال دي مقدار الانترست، الاي سمول النسبه بتاعت الانترست. مثال تاني، كومبالينج بلاد تو بورو 20,000 من بنك فور 1 يير، طبعا دي اسمها بي، هتستلفها ال 1 يير ان عدد السنوات، او عندك في الكتاب ان كابيتال مش فارقه، عند انترست 9%، دي انترست ريت اللي هي أي الاي فور نيو ريكوردنج اكيوبمنت عشان تجيب الكود. بيحتاج لي احسب الانترست كذا طريقه ان انا احسب بيها الانترست. اول طريقه الاي كابيتال بتساوي البي في الاي في الان، الاي كابيتال ده قانون بتساوي البي في الاي في الان، فالاي كابيتال كده مباشره بتساوي 20 في ال 20,000 اللي هو اللي انا استلفته في الاي في 9%. الان بكام؟ واحد بواحد، ما حطيناهاش. طب هيرجع اجمالي كام؟ هو هيرجع اصل القرض زائد الفايده، الاف بتاعه الفيوتشر اللي هيرجعه هيرجع البريزنت اللي هو اصل القرض زائد الفايده، هيرجع 20,000 زائد 1,800. تمام؟ ها ليك اي استفسار؟ اللي لا بيطلع واضح معايا ايوه، لان اللي بيطلع معايا انا بقول له هو الترمومتر بتاعي. طب كالكوليت اماونت ديبوزيت 1 يير اجو، تجمل ما تسمع كلمه 1 يير اجو اقف وارجع لورا، يقول لك 2 يير اجو اقف وارجع لورا. انا هنا اقف وارجع لورا هرجع كام سنه؟ ارجع سنه واحده. كالكوليت اماونت ديبوزيت 1 يير اجو هاف ناو، انا واقف هنا يعني هو دلوقتي المبلغ ده بقى 1000. طب هو كان من سنة كام؟ يبقى بيسأل على البريزنت، ودوت هيبقى بعر عليه سنة بقى فيوتشر. يبقى أنا حطيت مبلغ في البريزنت، في الفيوتشر بقى 1000 بعد مرور عدد سنوات إن بتساوي 1 عند فايدة بتاعتي بتساوي 5%. خلي بالك أنا لما بكتب المعطيات انا بريح دماغي خالص، والمساله بتقول لك حلني. طب اعرف اجيب البي؟ اه اعرف اجيب البي، أتوقع 1000 تقسيم 5. ادي تعالى كده، ده اكتر من طريقه، حط الطريقه اللي انت قلتها كده وشوف هي صح ولا لا. عند الاف بتساوي اهو، اكتبها هنا، اف بتساوي البي زائد بي اي ان، او بكتبها كده اف بتساوي بي افتح قوس 1 زائد اي ان. الاف عندي اه، البي لا مجهوله، الاي اه الاي سمول اهي، الان بواحد، معنى كده اقدر اطبق القانون واطلع الاف اطلع البي. كده اطبق القانون واطلع البي بتاعتي، او كالكوليت انا عرفت الاماونت ديبوزيت. طب بالاخر بيقول لي كالكوليت اماونت
ذا كالكوليت الانترست ايرند. انا كنت حاطط مبلغ قد ايه في البنك؟ اسف، انا ألف كنت حاطط مبلغ قد ايه في البنك البريزنت؟ 952 وادي الفيوتشر، تعرف تجيب لي الانترست اللي انا ايرند قد ايه؟ الفرق بين أقسم. أي صح، ها فعلا فعلا. الفرق بينه ليه ده الفيوتشر وده البريزنت. نفهم بقى الآلية بتاعت السيمبل انترست وبتاعت الكومباوند انترست. السيمبل انترست قلنا بيتحسب بالقانون ده، الاي اللي هو الانترست بتساوي البي زائد الان، قصدي مضروبه في الان مضروبه في الاي. طب ناخد مثال، بيقول لي مبلغ 100,000 تم تسليفه او لمده 3 سنين، السيمبل انترست بتاعي 10% بير يير، وات ريبيمنت افتر 3 يير، هرجع المبلغ ده كام بعد 3 سنين؟ انا هرجع المبلغ بعد 3 سنين اصل المبلغ زائد الفوائد. طب تعالى لي كده، ادي المبلغ 1000، 100,000، الاي بكام اول سنه؟ ب 10% تديني كام؟ 10,000. طب تاني سنة هو برضه ال 100,000 ب 10% ب 10,000. طب تالت سنة ال 100,000 ب 10% ب 10,000، يبقى اجمالي الفايدة بعد 3 سنين كام؟ 30 30,000. يبقى انا هرجع كام؟ هرجع ال 100,000 زائد ال 30,000، هرجع 130,000. طب ما احنا عندنا الامر ابسط من كده. ايه ابسط من كده؟ ما تيجي يا عم انت مش عندك القانون ده بيجيب دي الفايده، خلاص طبق القانون، الانترست الاي كابيتال بتساوي البي في 3 اللي هي الان في 10% اللي هي الاي سمول، يبقى انت كده الفايده بتاعتك 30 واصل بمبلغ 100، يبقى انت هترجع 130. في واحد يقول لي لا بص يا دكتور، ما انت قلت لي على حاجه تانية من شويه، قلت لك ايه شويه كده، كان في قانون عدى على السريع قلت لي الاف بتساوي البي 1 بلس اي ان، انا هطبقه. طبقه الاف يعني القيمه في المستقبل بتساوي البي ال 100,000 في 1 زائد الاي بتاعتك 10، الاي بتاعتك 10% والان بتاعتك بواحد، هتطلع لك 130,000. اقول لك صح الان ماشي، مو مفروض 3، ايه الان الان بتاعتك 3. ب 3 كويس صح معايا وبتفرق الان ب 3 صح كده، انت مركز كويس. فدي طريقه بتاعت ايه السيمبل. طب في طريقه بتاعت الكومباوند، بص نفس المسألة ديت هي هياها بس هتبقى 100,000 3 سنين 10% كومباوند، فائدة مركبة. ايه الفائدة المركبة دي؟ بص كده، أول سنة 10,000، 100,000 في 10% تدينا 10,000، معنى كده إن إجمالي المبلغ أول سنة 110,000. طب تعالى ثاني سنة، ثاني سنة هاخد كل ال 110 مش ال 100، 11 مكون 11. 11,000. طب ثالث سنة هاخد كل ال 121، معنى كده ان في نهاية الفترة الكومباوند بتاعتي هترجع مبلغ 133,100، بينما ديت هيرجع مبلغ السيمبل 130,000. طيب هو طيب انا يعني هو انا كل مره السيمبل والكومباوند هعمل نفس الحاجه دي؟ لا مش هعمل نفس الحاجه دي. احنا هيبقى عندنا قانونين هنشتغل بيهم. قانون بتاع الكومباوند بيقول لي الاف بتساوي البي 1 بلس اي الكل اس ان، وقانون بتاع السيمبل تروح منزل الان تحت حلو. الاف بي 1 بلس اي ان.
طيب احنا الشغل بتاعنا ايه بعد كده؟ سيمبل ولا كومباوند؟ المسألة اللي هتجيلي اعرف منين انها سيمبل او اعرف منين انها كومباوند؟ ترجع للقواعد خالص كده، خلاص كده ترجع للقواعد اللي في اول الشابتر. بص كده، قواعد عامة، ثلاث قواعد: قيمة الفايدة البسيطة بتساوي قيمة الفايدة المركبة في السنة الأولى فقط. يعني لو عندي مسألة بيقول لي هات الفايدة بتاعتي، أو احسبها، احسب الفايدة أو احسب المبلغ اللي هرجعه، حط في اعتبارك إن قيمة الفايدة البسيطة بتساوي قيمة الفايدة المركبة في أول سنة. إذا لم يذكر في المسألة نوع الفايدة، بسيطة أم مركبة، حل على أساس قانون الفايدة المركبة. مهمة قوي دي، لو ما ذكرش في المسألة فايدة بسيطة أو مركبة، اشتغل على فايدة مركبة. إذا طب افرض لو ما ذكرش وكانت المدة المطلوبة اللي هحسب على أساسها سنة واحدة، اشتغل فايدة مركبة أو فايدة بسيطة. الثلاث قواعد دول مهمين علشان لما تيجي تحل الفايدة البسيطة والفايدة المركبة. حلو. يبقى انا لو عندي سنه واحده مش فارقه اشتغل بسيطه او مركبه. طب لو عندي اكتر من سنه، لا، وما ذكرش في المساله، اشتغل فايده مركبه. تمام. تعالى ناخد شويه كام مساله كده نفهم منهم، وهتلاقي هنا، بص يا شباب، الشباب اللي كانوا بيقولوا المسائل محلوله، اهي اهي، كل دي مسائل محلوله على الجزء الاولاني بس. تعالى ناخد مسألة بيقول لي which following one year investment has highest rate of return، أكبر عائد إيه؟ لو أنا عندي 12500 جابوا لي 1125، 56000 جابوا لي 6160، 95000 جابوا لي 7900. نحسبها إزاي؟ عندنا القانون بتاعنا، الريت اوف ريتيرن بتساوي غيت الانترست اوكيورد على الاوريجينال. الانترست اوكيور ده اهي اهي، وادي الاوريجينال. ناخد واحده واحده. الاولانيه تديني 9%، الثانيه تديني 11%، الثالثه تديني 8%. ايهما اكبر عائد؟ ثانية ثانيه اللي هي البي. اخد مساله ثانيه، مبلغ 2 مليون ناو، ناو في الغالب، في الغالب ناو تعني بريزنت. مبلغ 2 مليون يكافئ، يكافئ هنا ما لا تعني يساوي، ولكن تكافئ يعني لما يبقى فيه انترست ريت، تكافئ 2.42 مليون بعد سنه. بيقول لي احسب لي الانترست، يعني مديني البي ومديني الاف ومديني الان، بيقول لي احسب لي الايه؟ الاي. اقدر احلها، ده انا اقدر احلها بثلاث اربع طرق كمان. ده ادي احدى الطرق، ادي الاف عندي والبي عندي والان عندي، اعرف اجيب الاي؟ ايه تقدر. اعرف اجيب الاي. واحد تاني قال لي طب ما انا عندي محل اسهل من كده، قلت له ايه؟ قال لي اطرح ده، اطرح الاثنين دول من بعض هيديني بوينت 42، واقسمها على البرنسبل على الاثنين برضه هتديني 21%. اقول له صح. مسائل الاقتصاد الهندسي من هنا ورايح كده واحنا طالعين بتتحل باكتر من طريقه. طيب ناخد مسائل تاني. بيقول لي عندي انترست ريت 15%، واحنا ماشيين كده بنحل مسائل بتاعتنا لازم نحط المعطيات. ان انفستمنت بيرير، ان انفستمنت 100,000 one year ago. It's equal to how much now. What ديت present ولا future؟ future. لا اقراها. مكتوب الاستثمار 100,000 قبل سنة. قبل سنة، قبل طب نرجع سنة، يعني دي present. مش قلنا دي present؟ مش احنا اللي اقف قبل وارجع لورا ايه وفسر دي بريزنت.
هو عاوز الفيوتشر. خلاص عندي القانون بتاعي. طب دي سيمبل ولا كومباوند؟ المسألة دي هذا تنحل بسمبل وكومباوند لانه لانها 1 يير. فانا لو حطيت القانون بتاع اف بتساوي بي 1 بلس اي كل اس ان يمشي، والقانون ده يمشي. طيب تعالى ناخد حتة تانية كده تكات. طيب انترست عندي كومباوند 20% ادي الاي بير يير. هاو لونج بيسأل على ايه؟ هاو لونج الآن على ان التيك بمبلغ 50,000 تو اكيوميوليت 86,400. فين البريزنت وفين الفيوتشر؟ 50 بريزنت واستخدم الفيوتشر. فيوتشر. يبقى عندي الان هشتغل كومباوند ولا سيمبل؟ كومباوند وسمبل ايه؟ بعد نفس الشيء. لا كومباوند لانه ما لأنه ذكرش. أكثر من سنة. شفت بقى لا انا ما اعرفش، ممكن تكون اكتر من سنه، ممكن تكون سنه، فانا اشتغل كومباوند. ما انا قلت لك في الاول لو ما بس صار ذكرلكش ايه تعيش في الامان اشتغل كومباوند. ادي الان بتاعتي وهتيجي عن طريق اللوج. وانتوا الشباب بتوع كليه هندسه عارفين اللوج طبعا. تمام، هتطلع اللوج الان بتاعتي 3 سنين. طب تعالى بدايه. The time it would be taken for giving some money to double. مبلغ أدبله 4% per year simple interest. حط معطياتك. عندك معطيات تاني؟ هو لا بيسألك إيه المبلغ اللي هيبقى دبل لو أنا هحطه وعاء استثماري أو آسف، إيه المدة المطلوبة لمبلغ بفايدة 4% يبقى دبل؟ من سيمبل وين انترست. هو أنا عندي القانون بتاع السيمبل بيقول إيه؟ الإف بتساوي البي في الآي في الإن، اللي هو ده اللي هو ايه الإف بتساوي بي 1 بلس آي إن. خلاص ايه يعني؟ هو عاوز الفيوتشر يبقى ايه؟ دبل. يبقى خلي الفيوتشر بقى دبل تو بي. تمشي تمشي واقسم على تمشي بي اقسم على بي. يبقى عندك 2 بتساوي 1 بلس اي، خليها ان كابيتال بتاعتها. تشيل بقى الاقواس مش فارقه. الاي عندي بكام؟ صفر فاصلة صفر أربعة لا 0.04 ان بتساوي 1. اعرف اجيب الام؟ أقصد تطلع 25. عرفنا الفكرة؟ تمام؟ تمام حلو قوي. ده الجزء الأولاني وفي مسائل تانية. ناخد الجزء الثاني دي كلها مسائل. أنا عندي أشكال. أنا هقفل دلوقتي وهبعت لك لينك علشان عاوز أسجل الجزء ده لوحده مع بعض. ماشي؟ ماشي.